ضرب طار الدم يكون في دم. اليوم كان نهار كتير بزهق كتير، على قد ما عملنا شي ننطفنا البيت. بتعرف هو تبكي الاحادات يلي ما بتعملوا شي وبتنطفوا البيت، هيك كل العيلة بتكون يلا محمسين عم بينطفوا البيت، فانت بتتحمس وتنظف البيت. بس انه لايكو لوكي يعني نظفنا البيت قبل، ما بعرف اذا بتتذكروا كيف كان. يعني هون هلا في طاولة بليار، قبل كانوا ما بعرف شو كان فيه هون، صار طاولة يعني ما كانت طاولة، كان في بضاعة دبل اكس اكس هون، كان في تياب وقصص، لانه مش كل التياب بنخليهم بالمعمل، يعني كل شوي بنجيب فوج على البيت لنشيك وحدة وحدة للدفو وقصص. هونيك كان في سبان، ايه نحنا بنص الصيفية وبعد كان في سبان، ما حدا له خلق يشيلك. يعني في مرة خلينا السبان تبع السنة الماضية لكريسمس السنة. شو؟ ما بعرف اذا فهمتوا قصدي، بس انه سنتين ورا بعض بقيوا زيت سبان على كريسمس. كتير زيت، بس كتير تحمست هلا انه طاولة نطفي. بتتذكروا الطاولة؟ ستوبيد. لا ما تقولوا عني وسخ وكذا، لانه كل التيشيرت تبعي غبرة وخرق، عم حمل اغراض وعم ننزل قصص على الكاب، ف رواق. فكرة انه عم ننظف البيت لقيت كتير اشياء كنت مفكر مضيعون او ما حتى مفكر عندي اياهم، كتير اشياء هيك سلبة، عبالي اعمل شي ما عبالي نام. عم بقول واخيرا هيك رجعت هالطاولة طاولة لبلش صور فيديوهات هون. تتذكروا الفيديوهات اللي كنت تصورها على هالطاولة؟ كتير كتير زهق، ما عم بلي نام. شو عم بعمل؟ هيا لازم فوت نام، ما عندي غير شي و حتى اللي يكبرهم بقربي ما عم شي. بدي فرجيكم شو لقيت اليوم نحن عم ننظف البيت. أول شي لقيت هاللمبة داير هون نظف شعينا، أمي كان بدها تكبها بس إنه ما بشيل كبة. وهيدا الشغلة ها بتذكر انا جبتها مرة graduation gift لخيي، هيدا الانتدار اللي بتحطوا فيها مي وبتضوي وكذا بتعمل اخبار، وفي هون سمك. تخيلوها بعد مع مي كله هيك بيعمل بابلز وما بابلز وكذا. anyway يلا بنوي نشوفكن نشوفكن بكره. كثير شو بها يا خيي، لساعة عم تبرم، ساعة هون بدها تصوف، ساعة هون ساعة. قرري مدام هلا وقفنا محل نجيبها منين تمام ساعة، لأنه كتير شوب. جينا ناخد مروحة، ناخد مراوية لأنه تعرفوا شو صار. كنت قطشت أصبعي هلا. إذا بتقرأ فوق عملوا سكيب، ما بعرف إذا مبين فوق حد الضفير وهون ما بعرف كيف صارت خيي. انه اوكي بعرف كيف، هي المروحة تبعنا مكسورة وشايلين هال بالوجه قدام. هون مفروض يكون فيه، مفروض يكون فيها شيء بس شايلينه. ليه شايلينه؟ ما بعرف شايلينه. المشكلة وقتها حتى على الكهرباء مش دغري بتقلع، فانا بعطيها شوي هيك ضربة، هي مفتوحة فعطيتها ضربة بس تاري. شو صار خيي؟ نسيت شو صار.
هي عندها تدورها انه بتبرم هيك انجق يعني كأنه بدها دفشة. فدفشتها برميت فكرت عم ترجع تبطأ، فحطيت ايدي لأرجع ادفشها مرة تانية بس تاري من اول دفشة قلعت وبلشت تبرم. فحطيت ايدي لك دفشتها وكمان من هون مكسورة من هون، فهيدي كلها بتوقع هالراس كلها هيك بتقشر. فدفشتها وقعت عالسرعة هيك دغري لقطة وحطيت اصبعي مطرح منيح مش حديد، عن جد لو حديد كان راح اصبعي هيك عالضربة طار الدم هيك هون في دم. بس يلا اتعلموا من الاهبل وما ما تسلطوا مروحة. هل هيك اصبعي كيف صار؟ لكن في يكون اضرب يعني، تخيلوا لو كان حديد الشفرة كان، تخيلوا الشفرة كان حديدة كان فل 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 انقطش اصبعي. لو عندك الراس او عبد الراس او كذا. جينا محل بالدورة هون دورة ايه الدورة كتير هيك عنده جادجتس وقصص، نشت ثلاث مراوية. المروحة حقها $3 يعني احسن من ما نروح ما بعرف عشي مول او محل نتك حق المروحة $60. جينا لهون وعم نشرب ثلاثة كتير عشا هالمنطقة، كل ما اجي لهون هيك ما بعرف بتلبك درجة ليك وين صفين كتير بتحسوها عاشقة والعالم فوق بعضها ونحن صفين هون لا ما في محل صفي. عنده كتير اخبار وحداتي وقصص، انا كتير بحب هيك محلات. عنده سولر بانل بس حدا بهمه يعني ما انا دعاية ولا شي، بس انه كتير بحب هيك محلات اسمه ازي الكتريك. والباجات سوري شباب مطلوب عندي ستي بعدها ستي جدي. اول مرة بجعوتن هالقد عالقا بترمي واقفين بالصف من الجاعة. كيفك حبيبي؟ اخر مره بيجي بهالوقت عبوتن شو كرمال اخذ باجات مسقعه منا حتى طازه منا حتى سخنه. عش مش طبيعي برو. صح كثير كنت ملبك شو ما بعرف اذا لاحظت علي هيك الخط وهيدا كان في وحده اختياره ورايا انه عم تجرب تسكيب ذا لاين هيك توقف قدامي انا عم بندهش على اللي قدامي اكثر. تمام هيدا بالاخر فهمت ورحت وراي. وقت الحساب ما انا حطيت سيبلاري على الجنب تصور وكذا اللي قدام تلفك ما عارف قديك يدفع وما بعرف شو ما بعرف كتير هيك كانت خبصة. وانا وطالع اخذت سيبلاري وتغري وواحد عارفني من تيك توك ما عارف شو قلت. على فكرة مباري صار في مشكل كتير قوي بفرن ما بعرف وين. اذا بلاقي الفيديو ححطه هلا ما لقيته فيديو كان بوليتيكال بان هلا شي خبطه بعض بس بلاه وعم بخبطه ولد صغير كانوا. شباب بدكم تعرفوا شي بضحك؟ لا عن جد بضحك انه المروحة الجديدة كمان انكسرت. كمان هو الشفرات هلا شايلينهم لانه راحوا فيها. فايه المغزى من هالفلوج انه ما بيضاين شي معنا بس انه رواق هولي بيتصلحوا يعني حتى المنزوع. لا اللي قبل ما بتتصلح لانه المطار كان بشي في ما بقى حتى يحكيني رواق انه بحس ببيعه هو لحاله. anyway هيدا هو الفلوج ان شاء الله تكونوا حبيتوه. اذا ما حبيتوه حبوه ملو كومنت حيالا شي قولوا له حيالا شي كثير بحب اقرا كومنت. بحس حالي قلي عازي وعندي رفقه كذا. عم فكر الفلوج التاني ايه كله غبره هون فكر لايك ولا بيله ايديش يو 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 I'm about to beat this bitch up. ايه كنت عم بقولكم عم فكر الفلوج التاني فرجي شو لقيت. نحن عم ننظف هلا فرجيتكم هاللمبه بس انه لقيت كتير قصص. لقيت صور
ايد 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 اوكي ايد سورد من هول سورد فخر الدين و... روح تفاجئ. خلص خلص بالفلوج التاني. الفلوج التاني رح فاجيكم كل شيء لقيته وكيف ما توقعت حتى يكونوا بالبيت حتى. حس هالسورد لقيت اثنين منه. حس هول كل واحدة شي $300. anyway ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وكل هالاخبار. هيدا بوسة هيك ل نمو منيح الليلة. شوفكن جمعة الجاي.